السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايداه قيمها يقدر انتم مدنو ميل كستو أدافع دوني ده يدعال ده بات كلا جوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهبي وناكسن وقتي كستاه أو أي إذن تهايبه وناكسن كسر دوادا وربحين آدي آد وحاساسية وحان دين وضع عد سراح أو أي فافيين مامولك أرجح السادة ملاشيات كاللمقع بحي سومالي لان كاس أو كوساب سنقرات جامع قرات اسماعيل أما أي كفافيين أيان ربا إنان كدب تاغو حقيقة نبتا أهنا آن إذن لو داغو حالك أو كيم عد كاس إيا عدة فافي سيوا حالك لنا عكالان آن إذن وضو مالن اوي توحان إذن لو داغي إن صدحنين لغو قبتاي قده همقارة لاسعانود كواس أو آن إذن شاقي إن لغو شاكي سنياهي إناي أحايين بساسين كسعودة مامولكا أرقح سد ملاشياتكا هلمقع بحي سومالي لا حاسا أحاتي ميت كاميدا آيا تليها بوليسكا هو تليه قورعي او ورستاي موقالا لغا دوباي حدبا ننكان او اسكرلي جيشري دومار ايا ارنتا سيدي لمودي اسكبتشي بل موقالكا ايا وربحن حاساسية ايا ندين ودا حال كدنا عكالان آن ندين ودا وربحن دك دغا او يدونا كسو كورتاي او ايا دمان فريمها بغلور كاين الى ايو قولي لوغود حدا با انتين انو قودة جيلين سيدي عادادة انو هايت فضلان حدا اندوغو عصب تاي سبسكريم نصورده لان سيوداك ساحي بفر بدانو وناكسان سيدي ايدن كو كلا خوري هديان نولو جوكتين واني دكم هاد علنية لايك تو مركست انو وحي نوتا دير جيلين ميلو فوق فوق ياسا فر بدانو ويقار سينسا وحي تلا يتصالانا كومنتيغ هوسي ايدن كا اياس كلا او اندوغو لسوودة كرتان كسر نواده هدبا هدبا انتان اوغدو جلين واربحينا دا ايا موقالا دا ايا وليب ارنتا كسابسن غرا جامع غرا اسماعيل آن كوهو ريو واربحين تان يار اي ديگ ديگا رنتي خوريبا سان ايدن خوشيغي عيدا مدا ارقح سادة ميلاشيات كلمقع بحي سوماري لان ايا دقاق حوغن مدوينكي ودن بيي وحا اي كوادان لابدا فوريمود اي اوغوها لستا بادان ee ah buqdur kain iya quri lugud. Haase ahaate maanta dagdaqaq ay kawadaan u kaxo ganyahay dagdaqaqi ay maal mahanba ay kawadeen kuwaas oo ay kusu da bilo yal iedamo haase ahaate haddeerto dagdaqaqa ay wadaan ayaa ah mid xawli kusu da kaas oo aad moddo in ay farisimooyin ki hore ay bedelayaan oo ay marba dinac وكلا قوريان هسيها تاعي دمد حقو درك جماهيرتي اساسي ايا مر والب اشاكو هيا دقدقا كستا او اي سمينيان هسيها تاو حالاق عبسيقابا مر والب اناي حابدو اي افكا كبحدو واي دقدقا لبدا دينا عما لبدا عيدان دقدقا قود كودة بطا واي قيبتا كالي اما دينا عكالي ايا كشاكين ايا سيدا درادد حابدو سيفدود ايا كوبلا بكرتا مروال بحابدونا افكويك بحكرتا اينا كو قدمنا هدبا اينا اصو لابنو عد اي فافين ايان مامول كمليشيات كارك حساد لامقع بحي سومالي لان او اي نفي سياسادات اي كاليغان ايان وليب اي دون ايان اينا اي كالشاكي iyo khalkhal ay ku abuuraan isla gudaha garaadada SSC ay wareejinayeen baraha bulshada intaanan u sii guda galin xaqiiqada dhabta ah bal marka koowaad ayna wada dhageysano codka ay faafinayeen awl jaamac siyaad dagaal gelin karaan wallahi waan dagaal gelin karaa oo hadaan anigu raali ka ahayn wallahi waligood nabad qaadamayaan faarasabe iyo abdi garaad maxamed garaad iyo abdi garaad uraada ay guurtidoodu wadaan ee uqaashoodu wadaan ee culimadoodu ay wadaan oo ay madaxdoodu wadaan rubahanta iyo fuqashnimo qaban kara waxa weeye sayir wuxuu yiri isma rubahanta waa 14 dowladoodu waa 14 wey nin waliba reerba ka soo jeeda caawadan bandiga gali kara aniga iyo uqaashayadu xaqiiqad waa taa nabadna u qaadi karna in xaqiiqada lagu dhawaado fiican walaal ninkii masuulka ha wado labada garaad u yeera فريسية عقاشين وفريستا علماتو ها فريستا وحبادو البهانتاها كبول وليقين يفقشين رنتي عود كاني وعود كي قراد جامع قراد اسماعيل أنا إذين قرية ها وعود كيسي أنا أقان سفة سيحة وليقا هذا الكنا وإسلا هذا الكيسي وهذا الكي قراد جامع قراد اسماعيل كاسنا أنا قرية وحقيقة دبتنا أب حاسي أهاتي وقورما أيامي شتالا
runtii maleeshiyaadka jabkii ku dhacay 25kii bishii 8aad aynu soo dhaafnay saan horeba idinku sheegay idinkulana wadaagi jiray beenihii ay faafin jireen ee aanu ka daba tagnay ayaanu kana uga daba tagnay haddaba codkani hadda ma aha waa kal hore waa maalmihii ay dagaalami jireen labada beelood ee walaalaha ah waa bahar same iyo qayaan hase ahaatee maleeshiyaadku iyaga oo nafi siyaasadeed ka dhiganaya doonayana inay kala shaki iyo khalkhal ay isla gudaha SSC ama shacab ama garaadadaba ay ku dhex abuuraan ayaa waxay raadiyeen oo seerjin ay ku raadiyeen codkii waqtigaas ahaa runtii waqti hore ayuu ahaa codkan waxaan idin xaqiijinayaa codkani ma aha mid hadeerta ah oo uu garaadku uu kaga hadlayo xaaladda hadda lagu jiro ama weliba xaaladda hadeerta taagan runtii dadkii xilliyadaas joogay ama la socday xaaladu halka ay marayeen way garanayaan wayna fahmayaan waxaanse idin sheegayaa aniga hoba codkan weliba xilliyadaas aniga oo la socda dagaaladii ama dagaal beeleedyadii ayuu codkani ahaa anigaaba xilligaas dhegeystay haddaba ha ku kadsoomina been kasta oo ay faafinayaan argagixisadu haddaynu ka gudubno aynu u soo laabanno gudaha magaalada Lascaanood iyo weliba gudaha taliska booliska ee magaalada Lascaanood hore waxaan idiin sheegay in saddex nin lagu qabtay gudaha magaalada Lascaanood kuwaas oo lagu shakiyay inay ahaayeen basaasiin u shaqeeya maamulka argagixisada maleeshiyaadka arxanlaawayaasha la magacbaxay Somaliland hase ahaatee mid ka mid ah ayaa xaalku isbedelay bal marka koowaad intaanan u sii gudagelin faahfaahinta bal muuqaalka iyo waraysiga isaga iyo taliyaha booliska gowrac waxa dhex marayba aynu wada daawan waxaan ka xamaarsaday waa aan koonfurta joogay nin oo qayaad ah Faqiir Cabdi ah dhahay nimanka saanin baawar la asaaninka saanin macnaha ii sheegay inay macnaha nin baawar ay yihiin niman PCL ay yihiin sas darteed ushe marka asugu ma qabiil dibaanta abuuranaya haa dibaanta ha ayaa qayaad ha ani rag baana boqolaa laakiin cuddi falal aan daraa gurigiisa laga soo qabto waxaan ballan qaadi doonaa insha allahu tacaala inay la wareegi doonto gurigiisa dowladda SSC qaatumo gacantana lagu dhigi doono cabdiraxmaan cabdiweli cabdiraxmaan cabdisalaam cabdiweli waxaan ku weydiiyey maxaa ku dhaartay baardheera ku dhaartay ha cabdiweli qolamaad kaxaween xariin baa ka waxaan ku weydiiyey mana kagaba tahay mise qaliis mayaani rag baana boqolaa cabdiweli waxaan ku weydiiyey ha waxaan ka xamaarsaday waa aan koonfurta joogay nin oo qayaad ah Faqiir Cabdi ah dhahay nimanka saanin baawar la asaaninka saanin macnaha ii sheegay inay macnaha nin baawar ay yihiin niman PCL ay yihiin sas darteed ushe marka asugu ma qabiil dibaanta abuuranaya haa dibaanta ha ayaa qayaad ha qabiil aan ahayn runtii halkani waa taliska guud ee booliska khaatumo ama SSC khaatumo ee gudaha magaalada Lascaanood. Hase ahaatee ninkani waxa uu ka mid yahay raggii aan idin sheegayay ee gacanta lagu dhigay. Runtii waxaan filayaa idinkuna marar fara badan waa daawateen. Haddaba ninkani muxuu yahay aan warbixin yar idinka siiyo. Ninkani waxa uu noqday nin aad horey u daawan jirteen TikTok-ga oo iska dhigi jiray qof dumara. Hase ahaatee markii la qabtay ninkani waxa uu sheegtay inuu yahay dhulbahante weliba ka sii yahay qayaad weliba ka sii yahay reer suubaan hase ahaatee marka dambe ee taliyuhu uu wareysanayo waxa uu qirtay ninkani inuusan dhulbahante ahayn uu yahay laakiin raxaweyn hase ahaatee nin ay saaxiiba ahaayeen oo dhulbahante ahaa ayaa uga sheekeyn jiray qabiilada
لول باهان تاها سيدا اي او كلان جيسي سنيهين سيدا دراد دينا او يري وحان كوبرتاي بير شاقايادا رونتيني كان دوان ايو سو غالي قده همغارة دلاسانو إساغو او وليما وطا لار دومارا وا مركي لقابانا يي وحو وطاي لار دومارا حاسي اها تي شاكي دير كدب و اي كاشاكيين چاركا ايا نيكان غانتا لغو ديغي بوليسكان اللوواعي حادبا ورايسيغو ولي مدى ما يستيرنا ولي وو سعودا و جيدادا او نيكاني حالكاني او يمي ايا وحا او كاقابانا يي حالكان ايا سببتا او اصوحي داي لاركا دومار كابا رنتي ورايسي دير او حاساسي ايا سو سعودا مانا دميسرنا ان شاء الله تعالى قدال ايا ادين كلاسو وداغي دونا حدان دلوسو قادي الى ايا دماتك سبسكريم نصورده لانسي وداك ساحبة فربادنا ونكسن سيدا ادين كوكالا تانينتون كوكول مدونا وحانكا قتقيا في امان الله. We'll be right back.